everyone, with you شيماء منير. Welcome everyone. النهاردة درس معانا حصري جدا. النهاردة هنتكلم على unit 2 من منهج كنكت 3. خدوا بالكم انا مش جايبة اليونت as a unit, انا جايبة بالمتاح حاليا على السوشيال ميديا. مفيش مانع نتعرف على اليونت. الكلمات اللي معايا زي medicine دواء او العلاج medicine. اوكي كمان معايا heart قلب heart. Please repeat after me. قولوا ورايا يا ولاد. Heart again. Heart. Very good. طيب. طيب. العظمة اللي في جسمك اسمها ايه? Bone. Again. Bone. يبقى اي عظمة في جسمك بقول عليها bone. Okay. طيب. لو انت بتشعر بصداع هتقول ايه? Headache. Again. Headache. Very good. Excellent. Headache. طيب. عارفين بقى المعدة اللي جوه بطننا اللي بنحط فيها الاكل ما بنيجي ناكل اسمها ايه? Stomach. Very good. Excellent. Stomach. Okay. طيب مين فيكو بقى فاكر كلمة مستشفى يعني ايه? Very good. Excellent. Hospital. Again. Hospital. Very good. Excellent. Hospital. Okay. نيجي مع بعض للجرامر. لما عاوز اسأل عن المرض او الشكوى من المرض عندي سؤال وعندي اجابة. يلا بينا نتعرف عليهم ونشوف ازاي بستخدمهم. طيب. السؤال دايما بسأل بإيه؟ للسؤال عن الشكوى عن المرض بسأل بـ What's the matter؟ تشتكي من إيه؟ What's the matter؟ لما تروح للدكتور بيقول لك What's the matter؟ تشتكي من إيه؟ لو أنت عندك برد فهتقول I have cold. I have cold. عندي برد I have cold. ده يخلينا يا أولاد نعرف إن السؤال بـ What's the matter? الإجابة بتكون I have وبكتب بعديها المرض اللي أنا بشتكي منه. ممكن أقول I have cold, I have headache and so on. ده كان ببساطة جدا الجزء الحاليا المتاح على السوشيال ميديا. قلت أفيدكم بيه عشان ناخد خلفية عنه. منتهى البساطة درس سهل جدا وبسيط. واستنوني ان شاء الله هنكمل بقية اليونتس بنفس النظام. لو عجبكم الفيديو مش تنسوا تعملوا لايك وشير وكومنت وسبسكرايب. Thanks for watching and see you soon. Bye. Thanks for watching and see you soon. Bye.